بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بنستكمل عرض الـ Learning Outcomes، وبنبدأ في عرض الـ Course Learning Outcomes اللي Second Part اللي هو الـ Industrial Robot. أول حاجة بنتكلم عليها بيقولك Obtain the meaning of the term robotics and robots. هنا دي تهمني جدا، لأن احنا للأسف في ناس كتير ما بتعرفش الفرق بين كلمة Robotics و Robot. Robotics is the meaning or the science or technology of robots. إيه التكنولوجي اللي بتستعمل في الروبوت؟ والروبوت ليه تعريف عالمية، ليه تعريف عالمية لازم تعرفها، زي الأمريكان definition وفي الجابانيز definition وفي البريتش definition، فلازم نعرف التعريف. بعد كده بننتقل recognize some of the advantages and disadvantages of introducing robot to manufacturing applications. لابد ان انت تفهم ان في مزايا لتقديم الروبوت في الصناعة وفي بعض العيوب، هنعرف ده وهنعرف ده ونعرض له ان شاء الله تفصيل. Understand the various elements of the robot system. زي ما اتكلمت قبل كده وشرحت وقلت لا ده لازم نعرف الالمنتس المكونة للروبوت سيستم عشان نقدر نتعامل معاها ونعرف وظيفة كل جزء ايه. Identify the different type of robot and appreciate the difference between them. Recognize the need for different drive system and robot applications. لازم فيه ما ينفعش ان drive system واحد هيستعمل والاخرين لا. في عندنا النيوماتيك وفي عندنا الهيدروليك وفي الالكتريك، كل واحد ليه المميزات و العيوب بتاعته هنعرفها إن شاء الله. Understand the various type of robot geometry available. يعني هنا حسب الجوب اللي أنا محتاج فيها روبوت عندي الجيومتري مختلف، عندي كارتيزيان وعندي سلندريكال وعندي سكارا وعندي سفيريكال وعندي جوينتد، فحسب الجوب اللي أنا هشتغل فيها شوف أي نوع من الـ various types دي يناسبني العملي. بعد كده appreciate the importance of various methods of workpiece gripping. لازم نعرف الجريبر ونعرف ديزاين يتعمل ازاي ونقدر نحسب الفورسز اللي هتبقى موجودة على الميكانيكال جريبر. Understand the design and selection of correct gripper type. ندي لك الرولز والستيبس اللي تقدر تصمم بيها ان شاء الله الجريبر بحيث ان انت تستعمله بطريقة امنة. اخر حاجة justifying the use of robots، ودي احنا قلنا هنحددها ان شاء الله عن طريق حاجتين اللي هم through payback period و through return on investment. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله.